يا طلاب. تاني مطلب يا طلاب. كرم الإنسانية. كرم الإنسانية. تاني مطلب يا طلاب. تاني مطلب يا طلاب. كرم الإنسانية. كرم الإنسانية. اليوم إحنا كطلبة في هذه الوقفة الاحتجاجية كنعبروا على الرفض ديالنا للقرارات العشوائية والوضعية الحالية اللي فيها واحد الضبابية كبيرة. فعن نفسي أنا في طالبة في السنة الخامسة، فكنت أعتبروا الدفعة المعنية بهذه القرارة ديال تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، ولكن الحدود الساعة ما عندناش واحد الرؤية واضحة حول التغييرات اللي غتكون في السنة السادسة، يعني ما عندناش إجابة اللي واضحة. على الرغم من أنه زعما عبرنا على هذا الأمر وهذه التخوفات في مختلف المنابر الإعلامية وأيضا في المحطات النضالية ديالنا، إلى حدود الساعة هذه التخوفات أكيد ما زالت قائمة، وكنظن أنها مشروعة، خصوصا أن الطالب في السنة السادسة ديالو كيكون كيدير تدريب استشفائية أطون بلان، يعني نهار كامل، ومتبوع أيضا بالحراسات النهارية والليلية، ومتبوع أيضا بتحضير الامتحانات السريرية، وأيضا خاصو دابا يوجد الأطروحة ديالو. ففي ظل هذه الظروف الحالية كنطالبوا الوزارتين المعنيتين بإيجاد زعما حلول عقلانية لهاد الأمور، وأيضا الاستجابة للمطالب ديالنا بالحصول على رؤية واضحة بخصوص هاد القضية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالقرار ديال تقليل سنوات الدراسة غيترتب عليه مجموعة من التغيرات اللي تقدر تأثر سلبا على جودة التكوين ديالنا كطلبة. فأولا بالنسبة لتأطير الأطروحات، الأمر غيكون شوية صعيب مع تخرج جوج ديال الدفعات في سنة واحدة، هادشي بالإضافة إلى كل ما يتعلق بمباريات التخصص، واش غيتم الرفع من عدد المقاعد بالنسبة للتخصص، واش هاد مباراة التخصص أصلا غتبقى كما هي، واش غتغير، واش مباراة الداخلية غتبقى كما هي أو لا. ونقطة أخرى متعلقة بطب الأسرة، كيفاش غيتم الإضافة ديالها في السنة السادسة، علما أن هاد الطالب أيضا في السنة السادسة عنده بزاف ديال الأمور اللي خصو يديرها في نفس الوقت. فهذه زعما كلها تساؤلات اللي كيطرحوها طلبة ديال الطب في المغرب اليوم، واكيد فحنا غنقبلوا باي اي 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 تغيير في صالح المواطن المغربي، الا انه كنناشدوا زعما الجهات المسؤوله بانهم يحطوا الجوده ديال التكوين فوق كل شيء، لان القطاع ديال الصحه هو قطاع اللي حيوي جدا ومهم، واللي جوده التكوين فيه كتكون رهينه بصحه المواطن المغربي. هادي واحد عامين بين عام وعامين كنسمعوا بلي كاين واحد التقليص ديال عدد السنوات ديال التدريس، عدد السنوات ديال الفورماسيون من 7 سنين 6 سنين. المشكل غيخلق لنا واحد المشكل في لا جيستيون ديال الترافاي ديال هذا الطالب اللي غيطلع السنه السادسه، حيت بحال قلتي خصو يدير بزاف د الحوايج في ديك السنه السادسه، واصلا دوك الحوايج حنا ما عارفينهمش، حيت الوزارتين، الوزاره ديال التعليم العالي والوزاره ديال الصحه، باقي ما قالت لنا والو على هادشي، على السنه السادسه كيفاش غتكون. دابا انا طالب السنه الخامسه، ما عارفش انا من واحد 6 شهور غنطلع السنه السادسه، وما عارفش السنه السادسه شنو فيها، ما عارفش شحال غنستاجي، ما عارفش شحال ديال زيبروف كلينيك غندوز، ما عارفش انا امتى غندير الاطروحه ديالي. دونك هادشي راه فهمتي، راه ما عندي ما ندير. المطالب اللي عندنا راه هو الوزارتين يحلوا لنا باب النقاش مع لا كوميسيون ناسيونال دي زيتوديون وصافي، باش نديرو باب النقاش ونلقاو واحد تيغان دونتونت باش نحلو هاد البلان، باش اوموا نعرفوا حنا هاد السيزيام اني ديالنا شنو غيطرا فيها، نعرفوا امتى غنتيزيو، نعرفوا امتى شنو شحال من سيمين غنستاجيو، حيت كاين بزاف المشاكل فيزافي دو سا. بحال دابا اضعف الايمان، انا غنتخرج على 6 سنين، كاينه برومو قبل مني غتخرج على 7 سنين، دونك اش غيطرا البرومو اللي كبر مني بعام غتخرج في لو ميم مومون اللي انا غنتخرج انايا، سكي فيك حنا اصلا حنا 600 واحد، بخوم اللي قبل مني 500 واحد، خاصنا 1100 ايتوديون، 1100 طالب خصو ياخذ الاطروحه ديالو. شنو اللي غيضمن ليا انايا بلي كاينين الاساتذه ولي بروف اللي غيقبلوا اوتون دو تيز اوتون دو اطروحه لي زيتوديون ديالهم؟ عاد خلي الاكتضاد في لي ستاج وبزاف د المشاكل بحال هكا اللي خصهم يدوا عليه. المشكل عندنا حنايا ماشي في هذا في العدد ديال السنوات، اما الضبابيه اللي دايره على هذا المستقبل ديال الطبيب ولا طالب الطب،
اللي تقلصات لست سنوات كيفاش غدوز لديك ست سنوات كيفاش غنقدروا أننا نجمعوا ما بين نوجدوا الأطروحة ما بين تدريب الاستشفائية وامتحانات السريرية هالشي كله كيفاش غنقدروا أننا نجمعوه ما نساوش زائد أنه كل زعما التساؤلات اللي كتعوم على تسميتو تخصص ديال طب الأسرة وأنه كلية كتفكر أنها دير زعما هي لا ريفورم ديالها هادشي ما غاديش يخلي يخول الطلبة أنهم يديروا دي ترانسفير من كلية لكلية اللي كيقدر بعض المرات أنه يكون أسباب شخصية وما غيخليش أنه تكون عندنا كاملين واحد لا فورماسيون اللي زعما موحدة يقدر يكون واحد أكثر من الآخر والآخر أكثر من الآخر من كاين عاوتاني حتى تساؤلات كيخصوا السلك الثالث يعني المباريات لاكسي يعني ديال الإقامة وديال الداخلية واش غتبقى ديال الداخلية أو لا كيفاش فين غادي تلاقاو جوج ديال لي بروموسيون اللي الدفعات اللي دفعة وحدة دابا في السنة الخامسة والدفعة اللي دابا في السنة السادسة كيفاش غادي يديروا الأطروحة ديالهم وخا دابا الكوطة ديال لي تيز باغ بروف طلعوا ولكن فين كنهضروا على دا بروموسيون راه ماشي هي اون سول بروموسيون واش العدد ديال المقاعد غادي تزادوا أو لا شحال من مرة نقدروا ندوزوا الامتحان ديال الإقامة لأنه خص كل طالب أو كل طبيب اللي يلاه تخرج هذيك الساعات خص يكون عنده الحق أنه يدير زعما التخصص اللي في باله دونك هادو كلهم تساؤلات عندنا المطالب ديالنا من هاد اللي بغينا زعما نخرجوا بهم من هاد الوقفة الاحتجاجية هي أنه تساؤلات اللي عندنا يوصلوا مع احترام كاع دوك النقاط الحمراء اللي كيخصوا لا الدبلوم اللي كيخصوا العدد ديال المقاعد اللي كيخصوا المباريات يكونوا محترمين ويكونوا كما كانوا قبل باش حنايا يتبان لينا زعما النظره الاخيره ويكون واحد القرار اللي نهائي واقعي وباشراك الطلبه حيت الناس اللي دابا في السنه الخامسه واللي هما اللي بليتو شي بهذا القرار هذا هما دابا قرروا بيسالي زعما البروميير سيمستر ديالهم وباقي حتى واحد ما عارف شنو يعني بلاص ما انه يكون كيفكر واش غادي يدوز مباراه ديال الداخليه اولا غيخلي حتى يدوز الاقامه كيقول اشنو زعما انا شنو دابا شنو كاين الجاي شنو تابعني دونك هذا تساؤل كبير اللي خصو واحد القرار يتخذ زعما في اقرب وقت ممكن باحترام جميع المعايير اللي حطينا وجميع لي بوان اللي بغينا نركزوا عليهم.